الصور اللي أنا شايفاها الآن زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، الصور دي كلها مش عايزة أقول جنازة، ده توديع، كله محبة لمشوار هشام سليم. الكل أعتقد يعني خرج وكان موجود ووجع القلوب، يعني كل الناس لو تابعنا كل الكلمات اللي قيلت كلها محبة، كلها تؤكد على الاحترام، وهو المشوار ينتهي أيا كنت ماذا تقدم، الاحترام هو اللي بيفضل على تاج البني آدم طول الوقت. خليني أخد المداخلة دي، وأنا عارفة أنه بقى صعب عليها قوي، ولكن هنعمل إيه، هي دي الحياة. الفنانة القديرة الجميلة إلهام شاهين، مساء الخير يا إلهام. مساء النور يا شفتي، ازيك يا يعني حبيبتي؟ والله بصي، والله وجع ما عارفه اقول القلوب ايه. النهارده والوضع كده، يعني يعني انا خلاص عارفه بقى، موجع كل قد ايه. الحبايب يعني بيفارقونا، وبيروح معاهم جزء مننا ومن ذكرياتنا الحلوه، والواحد بدأ يخاف من الدنيا بجد. طبعا يعني هنعمل ايه، هو ده صعب الحال. صعب صعب خلينا ننقلها للأعمال، لأن هي الفنان بيترك بصماته تفضل عايشة ومكملة مع الناس، وربما هي دي اللي بتريح الـ 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 يعني الجمهور بيفضل عايش مع كل اللي أكيد بتقدمه من أكيد مشوار. طبعا آخر فنه أعمال مع بيفضل. هشام قدمتيها كانت إيه يا إلهام؟ كانت ليالي الحلمية الجزء السادس، من حوالي إيه 4 سنين. وكان عمل موجع جدا هو كمان يعني الحقيقة. وكنا متأثرين جدا جدا، يعني طبعا لفراق حبيب قلبنا، يعني الله يرحمه ممدوح عبد العليم. وانا وهشام ما كناش عارفين نمثل، يعني ما كناش انا عارفين فاكره نشتغل في العمل ده الحقيقه، انا فعلا. عارفه اخر مره التقيتي فيها الفنان هشام الهام يعني هشام سليم كان امتى؟ من حوالي 6 7 شهور. ده وبعدها الحقيقة بعد ما اعلن مرضه. التقينا، وبعد كده هو بقى بياخد الكيماوي، فالمناعة كانت ضعيفة، طبعا فمش المفروض انه يقابل ناس، وخصوصا القلق ان في ممكن كورونا، طبعا مش كون طبعا شرط كورونا، حتى لو الواحد عنده دور برد عادي او صحيح بتاع، يعني صحيح نخاف عليه، يعني صحيح احنا نطمن من بعيد، بس ما كانش ينفع بقى نعمل مقابلات وكده خوفا عليه هو. الفترة الأخيرة كان هو في العناية المركزة أعتقد. هو كان بيدخل مستشفى ويخرج كتير، يعني بيدخل يبقى تعبان، وبعد الكيمو بيتعب، وبعدين بيخرج، يعني ما قعدش فترة طويلة على بعضها. وهو كان بره المستشفى، انا عارف هو لما توفى كان بره المستشفى. انا عارف. انتي تلقيتي الخبر صباحا اليوم؟ ما كان حاجة النهارده. صعبة جدا الحقيقة. حقيقي حقيقي مفاجأة صعبة صعبة صعبة، ويعني الواحد حقيقي اكتئب. و يعني هشام غالي عندي قوي، واحنا مش عارفه، احنا كنا طبعا ثلاثي في ليالي طبعا الحلميه، طبعا يعني انا طبعا وهشام وممدوح، واحنا المفروض ان احنا جيل واحد، وبدانا مع بعض واشتغلنا كتير مع بعض، أنا عارف. يعني وطبعا ليالي الحلميه قربتنا جدا من بعضنا. بس بالنسبه لهشام، انا اشتغلت معاه يعني من وانا عيله، من فيلم لا تسالني من انا مع شادية، كنا طالعين اخوات، طبعا يعني احنا مش اول مره اخوات في ليالي الحلميه، قبلها في لا تسالني من انا. كنتوا اخوات في وطبعا الحياة التقينا كمان يعني، والتقيتوا في طبعا عمل تاني طبعا. انتوا الثلاثة كمان. لا احنا الثلاثه، ايوه عملتوا حاجة مسلسل اعتقد كمان انتوا الثلاثة مع بعض تاني، والله بحاول افتكر، هو الواحد من مش الشعب فاكرة لو كان النهارده يعني عملتوا الذاكره حاجة مع بعض. الكومي اعتقد عملتوه مع بعض. الكومي. ايوه الكومي ايوه مظبوط 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 طبعا، مسلسل الكومي طبعا مظبوط. طبعا، وكان عمل جميل مع المخرج الاستاذ محمد راجي. طب اكيد لو احنا اكيد. نروح لا للفن، انا تعالي نتكلم في اشتغلت الفن عشان يخفف علينا احنا الاثنين. لو اشتغلت اتفضلي يا كتير، إلهام. يعني انا وهشام، وعملت معاه، انت عارفه طلعت كمان مامته، انا طلعت بجد؟ في مسلسل الحرافيش، السيره العاشوريه، ايوه الجزء الاول كان البطل الله يرحمه حبيب قلبي نور الشريف، ايوه والجزء الثاني ابننا بيكبر وبيبقى هو البطل، فبيبقى هشام هشام، سليم. فطلعت مامته، يعني طلعت ايوه اخته، وطلعت مامته، وطلعت طبعا حبيبته في كذا فيلم طبعا بقى، فيلم طبعا عطشانه، وفيلم السجينه 67،
وكان جوز صاحبتي في يا دنيا غرامي. يا دنيا يا غرامي، صحيح. انت وليلى وهاله، اعمال كتير. صحيح، يعني اعمال كتير فعلا. الله يرحمه. هو لو انت بتتكلمي على هشام سليم كفنان، يعني تقدري تقولي ايه قدم ايه هشام سليم؟ ايه البصمه الفنيه اللي خلته مختلف كفنان؟ شوفي، احنا كنا دايما نقول ده برنس السينما المصريه. احنا بينا وبين بعض نقول له انت طريقتك واسلوبك واخلاقك اخلاق برنسات. قدم فعلا شخصيه الرجل النبيل الراقي الشيك المحترم، قدمها بكل شياكه كما هي شخصيته. صحيح. وطبعا هو نوع في شخصيات اخرى، بس هشام على الشاشه كان قريب قوي من حقيقته. حقيقي. كتير من الادوار. صحيح. يعني ما كنتش الحقيقة. يعني لو الناس بتشوفه في الطبيعه يحس هو نفسه الفنان اللي بيطلع. يعني على انا ما اتصورش مثلا هشام بيعمل شخصيه فيها عنف. صحيح. او شخصيه فيها شر. هو دايما الشخصيات فيها جزء منه. وهو جميل. صحيح. فالشخصيات فيها هذا الجزء الجميل. اكيد فعلا منه. بصي حقيقة يعني، وبعدين بقى التزامه الشديد في الشغل، صدقه الشديد، ادبه الشديد في التعامل. عمره ما عرف النفاق. يعني لا بالعكس، يعني كان بيقول اللي في قلبه على طول ايا كان. ايوه. ودي صحيح. ميزه عظيمه، ميزه عظيمه في شخصيته. فانسان صادق وفي نبل وشهامه وجدعانه وطيبه، باي كل الناس تحبه، يعني من اول اصغر عامل لاكبر. صحيح. نجم في الاستوديو الكل بيحب هشام، ما عندوش عداوات مع حد، مش عامل قلق لاي حد، بالعكس انسان بسيط ومتواضع وجميل وطيب حقيقي مش حقيقي. مصطنع. في ناس حقيقي. على فكره بتبقى طيبه اصطناع، بس هشام طيب حقيقي. وكان ده بيبان عليه في التمثيل، يعني الصدق في الشخصيات والتناول في الشخصيات اللي كان بيقدمها كانت بتبان عليه طول الوقت، يعني كنت بتصدقيه. يعني حتى لما انتقل للمراحل، لما عمل هجمة مرتدة وأيضا كان ليه مشاركة يعني في أعمال كده وطنية، لا يعني كان 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 عنده، كنت تصدقيه، تصدقي الدور اللي بيعمله من كتر ما هو حقيقي. طبعا، ما الأعمال دي تتطلب إن واحد يبقى عنده شخصية قوية وعنده حالة من الصدق وتحسي فيه بالنبل، فهي دي مواصفات هشام. فكان صحيح. طبعا يليق عليه جدا النوعية دي من الأدوار. صحيح. الله يرحمه. كان الله يرحمه جميل يعني. جميل وإنسان بجد، يعني في كل الصفات الحلوة، هنفتكره دايما بكل الخير، وهتعيش أعماله بقى بيننا، لأن الفنان ما بيموتش. الفنان بيعيش بأعماله اللي بتفضل أجيال وراء أجيال تشوفها. دي حقيقة. هذه سنة الحياة، وما نقدرش نعمل حاجة غير الدعاء دايما بأنه يوصل له بإذن الله. الفنانة الجميلة وأيضا الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، بشكرك شكرا جزيلا.